هذا وتتواصل الاستعدادات التي تجرى على قدم وساق بمدينة شرم الشيخ انتظارا لمؤتمر المناخ كوب 27. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، بعد التحية، ضعنا في آخر التفاصيل لديك والاستعدادات الخاصة بمؤتمر كوب 27 في مدينة السلام. نعم محمد، تحية لك. بالفعل نحو أسبوع يفصلنا فقط عن هذه القمة الدولية المهمة، ونجد في الأيام الأخريات الكثير من رؤساء دول العالم ورؤساء الحكومات في شتى دول العالم أعلنوا وأكدوا مشاركتهم في هذه القمة الدولية كوب 27 المقامة هنا في مدينة شرم الشيخ. وبالتالي مدينة شرم الشيخ استعدت وتزينت بشكل كامل لاستقبال هذا الحدث الدولي الأهم والأبرز خلال هذه الفترة. أنا الآن متواجد في خليج نعمة الذي شهد الفترة الماضية أعمال التطوير ورفع كفاءة بشكل كبير. العمل هنا محمد كان يسير، يتواصل ليل بالنهار، الكثير من الجهود التي بذلت لكي يخرج هذا الممشى السياحي هنا في خليج نعمة بهذا الشكل الذي يليق بمدينة شرم الشيخ. نتحدث عن توحيد الهوية البصرية هنا لخليج نعمة، توحيد ستائر المحلات هنا في خليج نعمة باللون الأبيض المميز، هذا فضلا عن الممشى السياحي المجاور أيضا للممشى السياحي لخليج نعمة والذي أقيم مؤخرا على مساحة 6 كيلو مترات وهو أيضا في غاية الجمال. نتحدث عن استعدادات كبيرة استعدت بها هنا محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع شتى مؤسسات الدولة لاستقبال هذا الحدث الدولي المهم. هذا بالإضافة إلى أن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد قودة يقوم يوميا بجولات ميدانية لاطمئنان على جاهزية المشروعات التي تم تنفيذها مؤخرا في الفترة الماضية. اليوم قام اللواء خالد قودة محافظ جنوب سيناء بجولات تفقدية في عدة أماكن، من بين هذه الأماكن هي محطة شحن السيارات الكهربائية، وأيضا قام بالتجول في مقر هندسة شرم الشيخ المغذية والمغذية لكهرباء مدينة شرم الشيخ بالكامل ومركز التحكم في هذا المكان. وفي هذا الإطار أيضا نشير إلى محطة الطاقة الشمسية الأكبر وهي محطة نقل للطاقة الشمسية التي تعمل بقوة 20 ميجا واط. وبالتالي المدينة هنا استعدت بمجموعة من المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة لاستقبال هذا الحدث الدولي المهم الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، نحو 7 أيام فقط لتنطلق هذه القمة يوم الأحد بعد القادم. إليك محمد في الاستوديو. أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مدينة شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك.